عارف ايه اللي بيطول نفس العلاقات ويخليها ما تموتش؟ التقدير. ايوه التقدير، ان انا ارعيك واشتري خاطرك، واني اكون باخد بالي من الحاجة اللي بتضايقك وما عملهاش، حتى لو كانت عادية وانا كنت حباها وعجباني. سيدنا الزبير كان غيور جدا، كان بيغير على زوجته السيدة اسماء بنت ابي بكر من الهوى الطاير، وهي كانت عارفة وفاهمة ده كويس. وفي يوم وهي بره بيتها وشايلة على راسها البلح الناشف اللي كانت لماه من تحت النخلة في عز الحر علشان تأكل البغل بتاع جوزها، قابلها النبي عليه الصلاة والسلام ومعاه مجموعة من أصحابه. فأول لما شافها خلى الجمل بتاعه يقاط علشان هي تيجي تركب، وهو عليه الصلاة والسلام هيركب جمل تاني، لكنها وقفت ومتحركتش من مكانها وفهمت إن هي هتركب ورا النبي. بتقول إنها كانت هتركب بس افتكرت غيرت زوجها عليها، والنبي فهم.